سلام على فلسطين بما أنجبت وبما قدمت وبما أكرمت. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة خاصة من فلسطين وبالتحديد من رام الله أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني. جئنا هنا لننقل لكم وللوطن العربي أجمع ونتلمس واقع الحياة الفلسطينية. صحيح، مظبوط يا لانا جدا. خلينا نرحب بخالد. أهلا وسهلا. خلينا نرحب بيك. وأنا شخصيا يعني برحب بخالد لأني حسيت أن أنا دي زيارة تانية لبيت للكل، وخلاص بقينا حافظين الأماكن. وخليني أحكيها كده بلهجتنا المصرية، خليني أقول لكم أنه مع دخول فلسطين تحسها كأنك تشتاق للأماكن، فتسأل عن الأماكن، عايز تدخل رام الله فتحس كده وكأن ريحة البحر طلع لأنك قريب جدا من يافا، والأجواء كده قريبة للقلب، وتحس أنك بتسلم على البيوت والناس. يعني رحت في جولة تفقدية مع زميلنا العزيز خالد، فطول الوقت طبعا لأن أنت مع أهل فلسطين دايما بتلاقي وافر من الشرح، فيشرح لي يقول لي هنا كان في مقاومة، هنا كان في يعني رد على احتلال، فأقول له بس المكان كويس والمكان ما فيهوش ضرب ولا حاجة، يقول لي هي دي عادة الفلسطيني، يبني يعيش ويحلم بغد في سلام قادم بإذن الله. أهلا بكم في حلقات جديدة لبيت الكل من فلسطين. لا غرابة في أنه شافكي رحبت فيه، شافكي بنت بيت وكذلك لانا، شافكي هي الزيارة الثانية. على كل حال وهي بتحكي عن فلسطين، أنا بدي أحكي للمشاهد العربي حاجة بسيطة. في فلسطين قد تبدأ يومك بحاجز، بغلاثة مستوطن على الشارع العام، قد تبدأ يومك بنبأ استشهاد عزيز أو قريب، أو باعتقال حدا قريب منك، بهدم بيت، باجتياح، بصوت رصاص، بدوي صواريخ من الطيران الحربي الإسرائيلي على مشفى، على مدرسة، على مخيم، على أي ركن من أركان فلسطين. لكن الفلسطيني اعتاد أن يتعامل مع هذا الاستثناء كله بالأمل، بالإصرار على الحياة، على البناء، على التعمير، على مواصلة الطريق في سبيل لحظة الانعتاق التي يجهد الفلسطيني لتجسيدها واقعا ويراها قريبة، وهي قريبة. أهلا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة من هنا من فلسطين، أول الرسالات، أول الحضارات، بوابة الأرض إلى السماء.